الحظ الوفير اليوم إنه أذكر أهم خمس مراحل بمسيرتي. المرحلة الأولى كانت مع هذا المخرج العظيم سيمو أسمر. والمرحلة الثانية أو مرحلة الإذاعة بوقت من الأوقات ما عدت حب أقعد ورا الميكرو، صرت حب أقعد قدام الكاميرا. والمرحلة الثالثة أو المحطة كانت مع السياسة، كانت جيدة على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد المصري. ومنوصل لبرج الحمل. باردون شباب، هيدي انفلت من الكتاب. ومنوصل للمرحلة الرابعة، مرحلة الفلك. كنت أخضع لعدة تأثيرات من القلق، الخوف، الخشية، الريبة، الضغينة، الخجل، الوجل، الانبعاث، بس كان نبتون إلى جانبي بهالمرحلة. ومنوصل لمولود اليوم، كمان سوري شباب الورقة غلط، ومنوصل لتأثير الأبراج على بعض الناس، وهلأ منشوف عينة. بونجور دموازيل. هاي، شو ما بدكن عنا؟ جزر، عرانيس، باجيت، ما باجيت، كذا ما كذا، شو ما بدكن فيه؟ مرسي، نحن جايين من الالبسيه. أوكي. وجايين نسألك مين بتحب من الفنانين تشوفي على التلفزيون؟ يعني أول شيء أنا ماني بنت حي الله وكتير زويقة، يعني من هودي، عرفتي كيف؟ بقى إذا بدي نقي، بنقي فلة. اسأليني ليش؟ ليش؟ لسببين. أول سبب غنيتها، قسماً عظم، لأنه كتير شباب لك هي، قسماً عظم لولا بيانار ما بكي أسفاً على التموصار. لسا صار أنت كيفك؟ أنا منيحة. تاني سبب، كنا مرة قاعدين بمطعم، قاعدة حلوة، لقمة طيبة، سيرفيس سريع، حمص، مومص، كذا ما كذا، بتقعد بتنسي يعني. وقربت فلة على طاولتنا. شو هالفلة؟ شو هالكاريزما؟ شو هالوجه؟ شو هالوجه؟ شو هالمدى وشو هالإكلة؟ وشو نجمة قريبة على الناس؟ شو قولك برجها؟ أنا برج العذراء، أنت شو برجيك؟ أنا كمان برج العذراء. عم بيقولوا هيدا الشهر للعذراء كتير كتير منيح، مادياً، معنوياً، عاطفياً، كذا ما كذا، شو ما تطلبي بتلاقي، وشو ما بتلاقي يعني بتلاقيه دوبل، عرفتي كيف؟ شو كان السؤال؟ عم بسألك. عن فلة، عن فلة وفنان التلفزيون، نقي فلة، حطولي فلة وانسوني. سنين سنين بعد غيابك عدت ودار الزمان. هو يا يا هو اي يا هو شكرا تبدل ما نروح لمزاج، شكرا تبدل، أي
خلينا نشوف مين ممكن يكون باسم محضر. بونجور مدام، تركوني بهمي، تركوني.